السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتنا ومرحبا بالمشتركين الجدد. إن شاء الله تستفادوا من الفيديو هذا تاعنا. إذا اليوم أنا جبت لكم دروس الفيزياء للسنة الأولى متوسط الفصل الثاني والفصل الثالث. إذا الدروس هادو ما راهم متواجدين في الموقع تاعنا الإلكتروني، حنخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. باش تروحوا الموقع تاعنا يا تكليكيو في الرابط يا تروحوا تكتبوا masira-t.com، هكا راهو خرج لكم الموقع تاعنا اسمه موقع مسيرة التعلم. اذا كيفاش باش تروحوا للدروس تاع السنة الأولى متوسط؟ إذا عندنا الطور المتوسط، السنة الأولى من التعليم المتوسط، هاي كتابته فيها حيخرج لكم هذا. عندنا المواد العلمية، عندنا الرياضيات، العلوم الطبيعية، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، التربية الإسلامية، اللغة العربية، التربية المدنية إلى غير ذلك. إذا نحن نسحقوا اليوم تاع الفيزياء، ها هي تاع الفيزياء، نسحقوا تاع الفصل الثاني. نروح نعبزو في الفصل الثاني. كي نعبزو في الفصل الثاني حيخرج لنا هذا، هو عبارة عن جدول فيه الدروس، رابط الدرس، اسم الدرس، اسم القناة. إذا ها هم الدروس تاع الفيزياء تاع الفصل الثاني. زعما انتم تسحقوا زعما درس بعض القياسات، تحويل، تروحوا تكتبوا بعض القياسات، تحويل الطاقة مثلا، التحويلات، تحويل وحدات الهجوم، تحويل وحدات الكتلة إلى غير ذلك. هنا تكتبوا برك العنوان تاع الدرس تاعكم ويخرج لكم كاع الدروس اللي تحقوهم. اذا هكا حبينا زعما ندخلوا زعما بعد تحويلات الاطوال والتحويلات، نعبزوا مشاهده الدرس على اليوتيوب، حيبعتنا لليوتيوب ديريكتومون. ها هي اكو حابين تروحوا لدروس الفصل الثاني، تعاودوا تراولوا للور. فيزياء الفصل الثالث، عبروا هيديكم الدروس الفيزياء الفصل الثالث. هكا بكل بساطة تحبوا تشوفوا لا فيديو هنا في سي ديريكتومون، تحبوا تروحوا مشاهدة الدرس على اليوتيوب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين. مرحبا بكم إخواني طلبة نواصل في دروس الفيزياء مع درس اليوم. إلى آخره. وهكا مش دايرين قاع الدروس، أنا في طور تشغيل تاع الموقع، أنا نمشي بالعقل بالعقل. كاين وين من تحتها كاين مناهج، كيما هنا كاين النموذج الاول هذا قناة اليوتيوب، نموذج تاني تحميل نسخة، كيف كيف مع الاختبارات. معناش كامل دايرين فيهم مناهج، كاين اللي ما دايرين فيهم مازال ما درناش فيهم. رانا كيما قلت لكم نمشيو بالعقل بالعقل، رانا نسقمو فيه الموقع هذايا. هكا ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، راني نخلي لكم كاع الروابط في صندوق الوصف. اذا عجبتكم الفيديو ولا استفدتوا منها ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة اللي جاو جدد. شكرا للمتابعة، الى اللقاء.